بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل معايا كده ان انت معاك أداة فاهمه الطريقه اللي بتتعامل بيها جوجل مع المقالات الخاصه بالمدونه بتاعتك. انا دلوقتي واغلبنا بيقابل مشكله في ان هو عاوز يخلي المقاله بتاعته، وكلنا بنتكلم عن دوت ان احنا عاوزين نخلي المقاله بتاعتنا في النتائج الاولى في البحث. انا كل هدفي دوت، هدفي اولا افاده الناس طبعا بان المقالات توصل لاكبر عدد ممكن. فازاي هوصل بالمقال بتاعي لاول نتائج البحث في جوجل؟ الطريقة الاعتيادية والتقليدية ان انا بكتب بعد ما بفهم من شروحات كتير، مثلا زي ما انا بشرح كده في اليوتيوب كيفية كتابة مقال متوافق مع SEO او SEO علشان يوصل المقال بتاعنا في نتائج البحث الاولى من محركات البحث جوجل وغيرها. فانا لما بكتب المقال الطريقة التقليدية ان انا بكتب الشرح الوافي للموضوع اللي بستهدف فيه كلمات مفتاحية معينة، وابتدي اخلي الكلمة المفتاحية دي متوفرة في المقال بتاعي بعدد يعني كويس كافي الوصول للكلمات للنتائج الاولى في محركات البحث. فدي نقطة. وبعد ما بكتب المقال بتاعي انا برضو مفيش حاجة معينة، مفيش مسطرة تقيس لي جوجل شايف مقالي ازاي، مفيش مقاس معين، مفيش حاجة معينة بتبين لي ده. انا ممكن اروح لمواقع تجيب لي كيوردز او تعرفني الكيوردز العالية في الموضوع، تعرفني كل دوت، لكن في الاخر لما كتبت المقال مفيش مقياس جايب لي المقال بتاعي فين، مع اني ممكن اكون كاتب مقال كويس جدا جدا وفي حبة حاجات بسيطة يعني مش واخد بالي منها مش هتخلي المقال بتاعي يوصل في نتائج الاولى. فتخيل كده انت معاك اداة بتقولك وانت كاتب المقال بتاعك بتقولك جوجل بتفكر ازاي، ايه الكلمات الناقصة في المقال ديت، وايه الكلمات الزايدة، وايه الحاجة اللي المفروض تحطها هنا، وايه الصورة، وايه كذا. هتلاقي اداة بتقولك كل ده. تخيل بقى انت لو معاك اداة زي كده، اعتقد الاداة دي تبقى كنز، لان الاداة دي هتساعدك كتير جدا ان انت توصل في محركات البحث الاولى، وده الهدف. وطبعا لو في اداه بالطريقه ديت، وهو في بالفعل، وهو النهارده هنتكلم عن الاداه ديت، اداه جين رانك. واداه جين رانك كنز، يعني كنز حرفيا، كنز. الاداه دي يعني حاجه رهيبه، لان هي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، ودي حاجه حلوه جدا ان انت هتكتب المقال بتاعك وهتساعدك وانت بتكتب المقال بتاعك، وبعد ما تكتب المقال بتاعك مش هتعدل عليه، خلاص انت مش هترجع تاني تعدل عليه علشان في كلمه ناقصه او في كلمه زايده. انت وانت بتكتب المقال الاداه دي بتساعدك ان انت تكتب مقال حرفيا. اداه جين رانك ديت فيها خطط اسعار طبعا، وفي خطط في خطه مجانيه وفي خطه مدفوعه. الخطط المدفوعه تقريبا يعني تمنها فيها ويعني اقل من تمنها. ليه؟ لاني انا لما اكتب مقال متوافق مع السيو ويوصل نتائج البحث الاولى، فانا هكسب لما طبعا، لو طبعا انا مشترك في اعلانات جوجل ادسنس، فهيبتدي انشر اعلانات جوجل ادسنس في المقالات ديت، وبالتالي الاعلانات اللي داخل المقالات اللي متصدره في نتائج البحث ديت، عدد الزائرين العالي اللي هيظهر هيدخل المقالات ديت، اكيد انا هيجي لي ربح من جوجل ادسنس عالي. فاكيد تمنه فيه، يعني اكيد تمنه فيه. انا عاوز ايه؟ ما انا عاوز ربح من جوجل ادسنس، عاوز اربح من جوجل ادسنس عن طريق ان انا اتصدر نتائج البحث الاولى. فالاداه بتوفر لك دوت. وباذن الله انا اتواصلت مع صاحب موقع جين رانك واداره موقع جين رانك، وعرفت ان انا اجيب لكم للمتابعين القناه اتعلم تقنيه، جبت لكم خصم 70% على الخطه الشهريه وخصم 85% على الخطة السنوية. وده الخصم دوت لما بتشترك في الرابط اللي هسيبهولك في وصف الفيديو. اشترك في الرابط دوت، هتخش على ساين اب وهتختار الخطة اللي انت عاوزها، هتاخد الخصم على طول، وهسيب لك الكوبون على الشاشة كمان وهسيبهولك في الوصف بتاع الفيديو. هتدخل الكوبون الخصم، بس لازم تخش من الرابط الاول، لان لو ما دخلتش من الرابط مش هتستفاد بالخصم دوت. هتخش من الرابط وهتدخل الكوبون وهتستفاد بالخصم دوت، والخصم ده محترم جدا بالنسبة للأداة. الأداة حاجة يعني عظمة يعني. يلا بينا ندخل على الشرح ونشوف الأداة ديت هنستخدمها ازاي، وايه الأدوات اللي جوه الأداة ديت وهتعمل لنا ايه. يلا بينا. هندخل على الرابط الموجود في وصف الفيديو تحت اللي انا سايبه لكم، وهندخل على الموقع، موقع جين رانك. بالطريقه ديت هنلاقي ان هنا مراجعات الريفيو الخاصه بالموقع، والريفيو كلها محترمه طبعا. هو يعني بصراحه بص، كل يعني تقريبا اغلب الناس عامله 5 نجوم، ومفيش حد عامل اقل من 5 نجوم، كله ريفيو محترم عن اداه جين رانك. تمام، هننزل على الخطه الاسعار، هنلاقي الخطه الاسعار هنا في سنوي وفي شهري. هنروح مثلا على الشهري، ب
بالطريقه دي هنلاقي في اللي هو الفري فري لايف تايم اللي هي الخطه المجانيه، وفيها يعني ادوات محدوده، اهو ال 500 كلمه في المقاله الواحده في اليوم والكلام ده كله. عندك يعني ادوات محدوده جدا، تلاقي الحاجات الانلايز يعني ادوات الموقع في الخطه المجانيه يعتبر معدومه. عندنا في الستاندرد الاساسي ودي حلوه اللي هو ب 40 دولار في الشهر، 40 دولار، وعلى فكره هي تستحق ال 40 دولار، بيدي لك المواصفات دي كلها، مواصفات كلها محترمه. احنا بقى عشان ناخد مثلا عاوزين ناخد ال 70% خصم على الخطه دي مثلا، فهندخل على ساين اب فور فري. الطريقه ديت لازم نخش من عن طريق الرابط يا جماعه، لازم نخش من عن طريق الرابط. هيجي لنا هنا هنكتب فيرست نيم واللاست نيم، هنا نكتب اسمنا الاول والاسم الثاني والايميل بتاعنا والباسورد، طبعا الايميلات دي اللي هتخش بيها بعد كده، وهندوس على نكتب الباسورد مره ثانيه، وهنختار البلد بتاعتنا مثلا، هنختار مثلا مصر لو افترضنا ان احنا بنسجل من مصر دي، وهنختار اللغه العربيه مثلا، وهندوس على ايام نوت روبوت، وهندوس على ساين اب. كده احنا لسه ما كملناش، بعد ما بنملى البيانات ديت وبندوس على ايام نوت روبوت وندوس على ساين اب بتجي لنا رساله تفعيل على الميل بتاعنا، هسجل وارجع لكم تاني. تمام، بعد ما بنسجل بيجي لنا فيريفاي يور ايميل بالطريقه ديت زي ما احنا شايفين كده. هنروح للميل خاص بينا، اعمل ريفريش كده للميل، جالنا في هتلاقي في الرسائل غير مرغوب فيها، هتلاقي ممكن كده هندخل على الميل وهندوس على كونفيرم يور ميل. يور ميل اول حاجه بس بنقل ليست، ادوس على ان هي ليست رسائل غير مرغوب فيها، بعد كده ادوس على كونفيرم يو ماي ميل من الايميل اهو الطريقه ديت، كونفيرم ماي ميل، تمام، ادوس كده. انا كده سجلت، خلاص سجلت اهو، تمام زي الفل. خلاص الكوبون بدوس على الكوبون هنا، بكتب الكوبون بتاعي هنا، بكتب الكوبون الخاص بيا هنا، وادوس على ابلاي. خلاص انا عندي بيقول لك اهو توتال، التوتال بتاعها 40 دولار، 40 دولار، 40 دولار. هنكتب كده زي ما احنا شايفين كده 70 اوف جيت كده، وهدوس على ابلاي وركينج ابلاي. جميل جدا، بصوا بقى ال 40 دولار بقت 12 دولار، 12 دولار، حاجه يعني جميله جدا. عندنا الدفع عن طريق بيبال، عن طريق الفيزا والماستر كارد، وعن طريق فودافون كاش، ودي حاجات يعني جميله جدا. يعني حتى فودافون كاش ده بيسهل الدنيا شويه، بيبال طبعا اغلبنا عنده بيبال، اي فيزا او ماستر كارد تقدر تدفع بيها. 12 دولار بس بدل 40 دولار في الشهر، الاداه دي محترمه جدا وتستاهل المبلغ ده واكتر منه صدقوني. استفاد بالخصم لان الخصم تقريبا ليه مده محدوده، يعني انا ما اعرفش لغايه امتى، باذن الله نحاول تكون اكبر قدر يعني اكبر وقت ممكن، لكن هو لفتره محدوده. اشترك في الاداه واستفاد بالخصم، ويلا بينا على الشرح. اداه الكي وورد انالايزر، الكي وورد انالايزر هتلاقيها كده لما بتبحث عن الكلمه المفتاحيه الخاصه بالمقال اللي انت هتكتبه، بتكتبه هنا وبتحدد اللغه بتاعتك وبتحدد البلد اللي انت بتستهدفها، وتعمل بحث بيجيب لك مدى قوه الكلمه دي، الكلمه المفتاحيه دي، وهل هي صعب ان هي تنافس عليها ولا سهله المنافسه ولا متوسطه في المنافسه. بيجيب لك التحليل بتاعها، يعني مثلا هنا كلمه شرح تسويق بالعموله بيقول لك ايزي، ان انت سهل ان انت تتصدر نتائج البحث الاولى فيها، فده كويس. بيجيب لك كمان اول 10 مقالات التحليل بتاعها عامل ازاي، مثلا هنا اول مقاله هنا ودي الاقل سنه، ودي برده نفس القصه نفس المقياس، وهنا الاقل وهنا الاقل. بيجيب لك اول 10 مقالات متصدره في نتائج البحث، بيجيب لك الكلمات المفتاحيه الاولى في الموضوع بتاعك دوت، بيجيبها لك كلها اهو بالطريقه ديت. بيجيب لك الديسكريبشن، الوصف، بيجيب لك كل حاجه عن المقال تقدر تكتبها، العنوان ممكن تكتب فيه ايه. عندك اول 10 نتائج بحث، مقالات ظاهره في نتائج البحث، تقدر تشوف هي ضعيفه في ايه وقويه في ايه، تقدر تشوف هي قويه في ايه وضعيفه في ايه زي ما احنا شايفين كده، تمام، وتبتدي تشوف انت بقى تنافس عليها وتتفادى السكور بتاعهم السيء وتتعدي السكور الجيد، وتبتدي تبني مقالتك على ده. ده بالنسبه للكيورد انالايزر، تمام، دي اول حاجه. هنيجي تاني حاجه، الحاجه اللي بتيجي على طول بعد الكيورد انالايزر هي الكونتنت اوبتمايزر. الكونتنت اوبتمايزر هنيجي على الكونتنت اوبتمايزر، هتلاقي المقاله ظاهره عندك هنا، احنا بنكتب المقاله مثلا هنا العنوان، وبنكتب الكلمه المفتاحيه اللي احنا كنا بحثنا عنها، وبنكتب كلمات المقال، وبيجيب لك بقى تفصيل عن قوه المقال والكلمات اللي محتاجه ان هي تزيد،
الكلمات اللي هي زايده في المقال، والجزء الجيد في المقال ايه والجزء الناقص في المقال ايه، بيبتدي يعمل لك يعني تحليل قوي للمقال اللي انت بتكتبه، علشان وانت بتكتب داخل الاداه هتلاقي نفسك انت بتزود الكلمات اللي انت اللي هو شايفها ناقصه، وتنقص الكلمات اللي هي زايده، وتبتدي تقعد تكتب لغايه ما يديك مقياس جيد. ويعني مثلا هو مديك الكونتنت سكور دوت اهو 45، المفروض ان هو بيوصل يعني يكون ما بين 55 ل 74 علشان تتصدر نتائج البحث الاولى، وتبتدي تشوف الكلمات الناقصه وتزودها. هو جايب لك كل حاجه اهو، الكلمات اللي هي محتاجه تزيد اكتر اللي ليها علاقه بالكلمات المفتاحيه، والكلمات الزايده تمام، وتبتدي ان انت تظبطها، تظبط العدد بتاعها في المقال وانت داخل الاداه. فدوت حاجه محترمه جدا جدا جدا، ان انت كمان بيجيب لك ان انت هتبقى كمان ايه متصدر نتائج البحث في الايه في الثالث ولا الرابع ولا الخامس في نتائج البحث. بيجيب لك كمان تحليل قوي جدا جدا جدا، وتقريبي انت هتوصل فين في نتائج البحث، وبيجيب لك يعني كل حاجه عن المقال وانت بتكتب، وكل ده هنشرحه في فيديوهات جايه. بس النهارده بنتكلم عن الادوات اللي داخل الجين رانك، حاجه عبقريه، مفيش انا ما شفتش اداء شبه، حاجه عبقريه. عندك الحاجه الثانيه بعد الكونتنت اوبتمايزر، عندك زي ما احنا شايفين كده، عندك البيج انالايزر. البيج انالايزر ديت وهي بتجيب لك يعني تحليل قوي للمقال بتاعك، او يعني انت عاوز تعمل تحليل مثلا لمقال منافس مثلا. يعني انت مثلا هنجيب مقاله من داخل المدونه بتاعتنا اهو كده، وادوس على لصق وهعمل انالايز، هيجيب لك تحليل كامل عن المقال دوت وكل حاجه عنه، والكلمات المفتاحيه القويه ومحتاج ايه، والاقسام هو داخل قسم ايه، مش عارف ايه. المقاله دي ممكن تكون في مدونه تانيه انت بتقيس عليها، بتشوف مدى قوتها علشان يعني تقارن بينها وبين مقالة عندك. انت ممكن تعمل تحليل للموقع بتاعك ومقالاته عن طريق البيج انلايز دي. يعني انلايزر دي حاجة يعني برضو جميلة جدا في الموقع، موقع جين رانك. عندك المقارنة برضو، بتقدر تقارن هنا، بتحط لغاية خمس لينكات او خمس لينكات لمقالات مثلا مختلفة، وتبتدي تقارن منها مين اقوى من ايه وليه وفين، وكل التفاصيل بتاعت المقارنة دي برضو حاجة جميلة جدا 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 جدا. بعد ما تقوم بشغلك بتقدر تقارن، بعد ما تكون اشتغلت ونشرت كمان مقالك بتبتدي تقارن المقالات مع مقالات المنافسين والكلام ده كله. دي حاجة تانية من الحاجات برضو الجميلة في الجين رانك. عندك كمان في ادوات جميلة جدا جدا جدا، الكيورد جينيريتور. الكيورد جينيريتور ديت يعني فظيعة، حاجة جميلة جدا. الكيورد جينيريتور مثلا الباك لينك مثلا اهو، البحث مثلا، بص بقى بيجيب لك اهو، بيقول لك الكيورد انلايز، بيجيب لك كل الكلمات اللي الشبيهه للكلمه المفتاحيه اللي انت كتبتها، بيجيب لك كل الكلمات اللي مستخرجه من الكلمه اللي انت كاتبها، الكلمه مفتاح، الكلمات القويه العاليه، وبيجيب لك الفوليوم بتاعها، وبيجيب لك كل حاجه عنها، بيجيب لك كل حاجه عن الكلمات اللي انت تقدر تستخدمها في المقال بتاعك، وبيجيب لك اذا كان مثلا شورت تيل او لونج تيل، لو مثلا كلمه مفتاحيه طويله او كلمه مفتاحيه قصيره، بيجيب لك كل حاجه عنها. انت تقدر تستخدم كمان الكيوردز جنريتور تقدر تستخدمها في ان انت يعني تستخرج كلمات قويه جدا جدا لليوتيوب، ودي الجزء من الاداه اللي بيساعدك في اليوتيوب، في انت تجيب الكلمات اللي انت هتستخدمها في التاجز وداخل الوصف بتاع الفيديو اليوتيوب. فدي اداه برضو قويه جدا، وهنشرحها في فيديوهات قادمه برضو تمام. عندك الكويشن ماب، ده بقى فظيع، يعني ده حاجه جميله جدا 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 جدا. دوت انت مثلا انت يعني ما عندكش افكار، عاوز تعمل مقالات بس ما عندكش افكار في دماغك، ودماغك خلاص مش عارف توصل بيها لمقالات معينه والكلام ده كله، فانت الاداه دي جميله جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اسئله، يعني اكتب اسم الموضوع، اكتب الكلمه المفتاحيه مثلا اذا كان يوتيوب، بلوجر، مش عارف، يعني الكلمه المفتاحيه اللي الطبخ مثلا، اكلات مثلا شعبيه، الكلام ده كله، واكتب هنا وشوف. هو هيجيب لك اسئله، مواضيع عباره عن اسئله، يعني كيف تطبخ الملوخيه، كيف كذا كيف كذا، وتبتدي انت تاخد الموضوع ده وتشتغل عليه كعنوان، وتبتدي تعمل مقال محترم عن طريق الادوات اللي احنا هنشرحها كمان في فيديوهات قادمه تفصيليه. عندك الاداه دي جميله جدا، يعني مثلا نجربها مثلا كده، لو عاوزين مثلا نكتب كده الباك لينك سجستس او لليوتيوب مثلا، يعني انا بختار اي حاجه اهو، انا بس بوريكم فكره الموضوع. بص يجيب لك ايه، حاجه جميلة.
جميلة، حاجة جميلة جدا. بص جايب لك ايه، يعني كتبنا كلمة تسويق بالعمولة، جاب لك خريطة بجميع الاسواق. يعني بص اهو بالطريقة ديت بتصور لك بالطريقة ديت على شكل خريطة او على شكل تحت بعض كده، يعني دي افضل. يعني كيف ابدأ في مجال التسويق، بيجيب لك اسئلة، عناوين للمواضيع تقدر تشتغل عليها، كل عنوان لوحده تشتغل بيه تعمل بيه مقال، حاجة عظمة. يعني هو بيديك الافكار كمان، وبيديك افكار كمان افكار، مش اي افكار، الافكار اللي محتاجها محرك البحث علشان لما تشتغل عليها تظهر في محركات البحث بسهوله، تقدر تنافس عليها كمان. عندك الميكرو نيتش فيندر دوت برضو حاجه كده جميل. عندك كمان هتلاقي الميكرو نيتش فيندر ديت هيجيب لك افكار عن المقالات اللي انت ليها علاقه بالنيتش اللي انت شغال فيه، وهيجيب لك عباره عن اسئله كتير ليها علاقه بالنيتش بتاعك، الاسئله اللي مطلوبه في محركات البحث في الوقت الحالي اللي انت تبحث فيه، وبالتالي انت هيبقى عندك افكار تكتب فيها مقالات في النيتش بتاعك، مقالات كويسه، بدل ما تبقى انت تايه ومش عارف انت عاوز تكتب ايه في الفتره اللي انت بتكتب فيها مثلا، وتكون مثلا استنفذت افكارك والكلام ده كله. ده يعني اداه محترمه ان هو يجيب لك افكار عن طريق سؤال وانت تجاوب، وتبتدي تستخدم بقيه الادوات علشان تكتب مقال كامل. عندك اخر حاجه توداي فريش كيوردز، ديت حاجه شبيه جوجل ترند. جوجل ترند بيجيب لك المقالات المطلوبه في الوقت الحالي، ايه المقالات المطلوبه في الوقت الحالي بالكلمه اللي انت هتبحث عنها، حاجه كده جميله، جميله جدا جدا. بيساعدك الاداه دي كلها بتساعدك كده على ان انت تكتب مقال كامل محترم مطلوب في الوقت الحالي بسيو عالي. ادوات سيو للموقع دوت يعتبر كامله، واسمك انت اللي كاتب المقال، مش عامل اعاده صياغه زي ما كتير بيعمل. دي اداه بتخليك تكتب بكل بساطه، بتساعدك انت بس تمشي، بتجري، انت مش بتمشي، تجري، تمام. الأداة دي محترمة جدا جدا جدا. في فيديوهات تانية هنشرح فيها أدوات الأداة جين رانك، أداة أداة، وهنشوف استخداماتها ازاي بطريقة عملية لكتابة المقال. وبإذن الله يعني هيكون الفيديوهات دي هتكون قريبة جدا جدا. ما تنساش الخصم استفدنا بيه لمتابعين قناة اتعلم تقنية وموقع اتعلم تقنية، الخصم ده محترم. لازم تشترك عن طريق الرابط اللي في وصف الفيديو، انزل ادخل من عن على الرابط اللي في الوصف، وادخل وسجل الكوبون اللي انا هسيبه لك برضو في وصف الفيديو، واشترك واستفاد بالادوات المحترمة اللي موجودة في جين رانك علشان تكتب مقالات تتصدر نتائج البحث ومحركات البحث جوجل. وهتستخدم كمان ايضا الاداة دي في ان انت تستخرج كيوردز محترمة تتصدر بيها في الوصف بتاع اليوتيوب، وصف الفيديوهات في اليوتيوب، والتاجز اللي انت بتضيفها في كل فيديو. شكرا لكم، اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساش اشتراك في القناة وتدوس لايك عشان يوصل لأكبر قدر ممكن ويستفادوا. شكرا ليكم، مع السلامة.